يا فردوس، ماني خطيبك يا بنت؟ خطيبي لكن لسه ما بقتش جوزي. ماني هبقى جوزك، وهنريحوكي من تعب الشغل، وهنحطك في عينيا انت وامك واختك. يا ما نفسي ده يحصل، وتبطل شغل كمان مع المفتري اللي اسمه ضاحي ده. هيحصل قريب قوي يا جوزة، الفلوس هتبقى معانا زي الرز. خليكي برنسيسه يا بنت. ومنين ده؟ ده انت حيالة تشتغل صياد باليومية عند المعلم ضاحي. صياد بس بعرف اصطاد. خدي اهدى النص جنيه ده تخليه معاك، اوعى تفرطي فيه. والنص التاني انا اديته لاخويا سعد، ومحتاجهم هبقى اخدهم منه، واذا حصل في الامور امور ادي النص ده لاخويا سعد. والله ماني فاهمه حاجه. بكره تفهمي، بس اصبري. يقعر فاهم ورحمه ابويا ازعل منك. هات شبرك يا خير. انا مش هنيجي من بدري. خير المعلم ضحى عايزك بس في 200. عايز نبي هيك وعايزك انت مولاني قدام. يلا اخويا تعالى معانا اضرب معلمك بقى. ما تجيش الا منك انت يا صايع يا ضايع، يا اللي لميتك وكبرتك وعملتك بني ادم تخن. انا لا كلام ايه ده يا معلم؟ تعض الايد اللي اتمدت لك يا نطع، تعمل مع الحكومه مرشد ضد. انا لا ما حصلش يا معلم. لا حصل. الولا ما تراه شافك وانت داخل النقطه. انت كنت رايح النقطه ليه؟ يعني كنت رايح النقطه عشان تبلغ عن البضاعه ومكان تخزينها. صح. وشرفك ما لكش دعوه بشرفي. قالك يا بنش سيدي المعلمين، حضور بطوله قالوا وفسحوه في الميه، خلي السمك ياكل، ولان السمك ما بياكلش الرمل. قعدك يا معلم، اخرس قعدك يا معلم.